طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، سرنا وسعدنا استضيف الحبيب الغالي دكتور حسن. دكتور حسن مصطفى، الأستاذ المشارك وعميد كلية الإعلام بجامعة الفلاح في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وقبل كده كان شارك مع دكتور حسن يعني مشاركة قيمة جدا في سيمينارات الباحثين السودانيين أيام الكوفيد، وكان في دور الإعلام في دعم التعليم والبحث العلمي. قبل أيام نشر دكتور حسن فيديو على اليوتيوب ليه ولمحاضرة بعنوان الدبلوماسية الرقمية. ونحن لما نسمع رقمي دي، نحن ناس الاي تي ده طوال بننط، لان نشوف الحاصل شنو. وكذلك كلنا لما نسمع دبلوماسي كلنا بنكون دايرين نعرف الحاصل شنو، لانه الواضح انه عندنا ازمات كثيره متواصله في موضوع الدبلوماسيه. ودكتور حسن هنا الليله ان شاء الله عشان يورينا اكثر عن المفهوم بتاع الدبلوماسيه الرقميه. دكتور حسن، سعيدين بك جدا وفخورين بك، وانت بتشرفنا في واحد من الموست كومبتيتيف ماركتس في الميديا في الوطن العربي، وانت ان شاء الله في موقع بتاع رياده. شكرا لك يا دكتور، اتفضل. دكتورنا الغالي وأستاذنا الدكتور أنور، واحد من الباحثين والعاملين في مجال الاي تي والناشطين جدا في مجال نشر المعرفة ومشاركة المعرفة، لأنها واحدة من المسائل المهمة جدا عبر منصة باحثون، وهي واحدة من المنصات اللي أفتكر أنها يعني حققت نجاحات كبيرة في نشر الوعي والإدراك في مختلف المجالات، سواء كان في مجالات الاتصال والاقتصاد والبيئة وتطوير الذات وغيرها من الدروب وضروب المعرفة المختلفة اللي نحتاج لها كلنا على المستوى الإنساني قبل المستوى السوداني. الحديث عن الدبلوماسية الرقمية، زي ما ذكرت، كلمة رقمية دائما تصب في إطار الجانب التكنيكال أكثر. يعني مجرد ما الناس تسمع كلمة رقمي تتذكر الباينري سيستم على طول، الزيرو ون، وهي حقيقة يعني إذا بنتكلم من ناحية بتاعت آي تي. لكن في ذات الوقت يعني الواحد كان شغوف جدا من زمان بموضوع الرقمنة، وحتى كانت مسألة التسمية هل هي رقمنة ولا مرقمة، لأن بعضهم جاب من كلمة من رقم، سواء كانت رقمنا سواء كانت مرقمة. الآن أصبح حتى الديجيتايزيشن هي واحدة من المصطلحات المهمة جدا في عصرنا الحالي في النيو ميديا بشكل عام. ولذلك في أكثر من لقاء تناولت موضوع الاستفزاز الرقمي بين قوسين، التجارة الرقمية، التعليم الرقمي، الدبلوماسية الآن الرقمية، وموضوع آخر لعلنا نتناوله أيضا في لقاء قادم إن شاء الله عن الهندسة الاجتماعية الرقمية، لأنه برضو واحدة من النقاط المرتبطة بالتربية الإعلامية بالنسبة لأبنائنا اللي بيتعاملوا مع المنصات المختلفة، بيحتاجوا إنه يكون عندهم نوع من جرعات الوعي والدفوعات المهمة جدا لمعرفة مفهوم الهندسة الرقمية أو الهندسة الاجتماعية الرقمية. فكلمة الدبلوماسية إذا أصلنا للمعنى وحررنا المصطلح، هي جاية من المصطلح اللاتيني ديبلوما، وديبلوما تعني المطوية أو الرسالة، وهي كناية عن التواصل مع الآخرين. يعني اللي هي كانت المطوية سواء كان على ورق البردي ولا الجلد ولا غيره، وكانت ترسل للملوك والدول، فسميت دبلومة اللي هي المطوية، وكانت تعني فن التواصل مع الآخرين. وحتى أذكر دائما للطلبة في يعني لما تجي سيرة ترتبط بهذا المفهوم، قصة قرأتها عن أحد الملوك ابتكر طريقة بتاع التشفير لإرسال الرسالة في السابق، يعني انجازت كلمة تشفير اللي هي الحفاظ على سرية الرسالة. فجاب السفير اللي هو الرسول اللي حيرسل، وهذا يعني الرسول حلقوا له صلاة زي كده،
وكتب الرسالة على البشرة بتحت الرأس، وانتظر تقريبا حوالي أسبوعين أو ثلاثة لحد ما نمى الشعر. فبالتالي ما في حد حيقدر يطلع على الرسالة، وقام بإرسال الرسول إلى الجهة التارجت ديستنيشن. فالرسول وصل إلى المبتغى بتاعه وقال له والله أنا مرسل من قبل فلان الفلاني، وبالتالي الرسالة موجودة في الرأس، فعشان تقرأ الرسالة لازم تحلق شعر الرأس. وفعلا حلق شعر الرأس وقرأ الرسالة المكتوبة، لكن في نهاية الرسالة كان في سطر خطير جدا، إنه مزق الورقة بعد قراءتها. يعني الشيء بالشيء يذكر. فده كانت فكرة الدبلوماسية، لأنه كيف أنا أتواصل مع الآخرين. ومن هنا التداخل ما بين الدبلوماسية وما بين الإعلام والاتصال، مسألة دي غاية في الأهمية. عشان كده جبنا كلمة الرقمية هذه عشان تغطي الجانب بتاع الاتصال والتواصل الرقمي. فإذا أنا بسعى لأنه أتواصل مع الآخرين، يبقى لازم أستغل الأدوات التواصلية المختلفة، سواء كان اللي كانت في السابق، اللي هي دائما بقول إنه ربطناها بمصطلح الحمام الزاجل وتويتر. وعلى فكرة في بعض التعليقات كان في ردود على مسألة الحمام الزاجل يكسب تويتر، يعني كان في أخونا شرف وأخونا آسف على ما أذكر كان عندهم اعتراض على المقارنة ما بين الحمام الزاجل وما بين تويتر، باعتبار إنه الحمام الزاجل الرسائل بتاعته ممكن تكون سرية بينما تويتر هو علني. ولكن كان الرد في التعليقات أيضا إنه تويتر بإمكانك ترسل رسائل خاصة وبالتالي ما في حد آخر يشوفها، يعني فهي مجرد رمزية. يعني تويتر مش معناه المقصود بها فقط هي تويتر، والمصطلح بتاع تويترماسي اللي أطلقناه أيضا ليس المقصود فقط قصر العملية التواصلية في تويتر، ولكن تويتر الرمزية باعتبار إنه أغلب المسؤولين والرسميين إنجازة العبارة هم مستخدمين ناشطين لتويتر في إيصال الرسائل، سواء كان للدول الأخرى أو إذا كان للمجتمع المدني المحلي، لأنه أيضا أحتاج أن أنا أتواصل مع الجمهور بأنواعه المختلفة. فإذا كلمة الدبلوماسية الرقمية تعني في مفهوم القديم فن التواصل مع الآخرين، فن التفاوض، فن حل المشكلات، كلها تأتي في هذا الإطار. أضيف عليها مسألة استخدام الأدوات الاتصالية الحديثة. فبعضهم قال الدبلوماسية الرقمية يعني هي فقط الدبلوماسية التقليدية لكن استخدام الأدوات. بعضهم قال لا، هي دبلوماسية جديدة باعتبار إنه الجمهور المخاطب بيحتاج لاستراتيجيات مختلفة ولغة مختلفة. سواء كان المعنى الأول أو سواء كان المعنى الثاني، إحنا عندنا اشتراك ما بين الإعلام وما بين الدبلوماسية. ولذلك في بعض الكليات بتاعت الإعلام في دولة الإمارات بتمنح درجة الماجستير مثلا في الدبلوماسية. ففي ربط ما بين الإعلام وما بين الدبلوماسية من هذا الجانب. وهي تنقسم لقسمين، في الدبلوماسية الرسمية المتعارف عليها اللي هي سواء يعني وزارات الخارجية المختلفة، سواء كان البعثات الدبلوماسية أو غيرها، وأيضا الدبلوماسية الرقمية الشعبية. ودي برضو واحدة من المسائل المهمة جدا، أنت كيف تطرح صورة ذهنية إيجابية عن دولتك أو عن مجتمعك أو عن ثقافتك أو عن محيطك بشكل عام، كيف تسهم في الإنسانية بشكل عام. فدي دبلوماسية رقمية ولكنها في الإطار الشعبي، زي منصة باحثون جزء من الدبلوماسية الشعبية الرقمية، لأنها بتطرح صورة ذهنية إيجابية عن الباحثين بشكل عام والباحثين السودانيين على وجه الخصوص. فدي صورة إيجابية، جزء من الأدوار اللي بتلعب المنصة اللي هي في إطار تحقيق مفهوم الدبلوماسية الشعبية الرقمية. كثير من الناس بيختزل مفهوم الدبلوماسية في العمل السياسي، وهذا خطأ، لأنه هنالك الكثير من الإجراءات المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية المختلفة، ولذلك تسمى البعثات الدبلوماسية. لما أتكلم عن بعثة دبلوماسية
لا تعني فقط سفارة، يعني هنالك قنصليات، هنالك مكاتب، هنالك هيئات، هنالك ممثلين إلى آخره. وكل جزء من هذه الأفرع لديه مهام معينة يؤديها. ومنقول دائما واحدة من ثمرات الإعلام الجديد الرقمي هي مسألة كسر الحواجز. نتكلم عن كسر الحواجز، يعني الحواجز اللغوية مثلا. الحواجز اللغوية في السابق كان الوسيلة الإعلامية بتطرح المحتوى بلغة واحدة في الغالب الأعم، الآن بأكثر من لغة. وحتى لو ما كان لديك يعني المترجمين كما يقولون، في كثير جدا من المنصات اللي تساعد في عملية الترجمة التلقائية، حتى وإن كانت ليست صحيحة 100%، ولكن على الأقل يعني فيها نوع من تستطيع أن تفهم بشكل عام ما هو مطروح في هذا الموقع أو ذلك الموقع وبلغات متعددة. وإذا نظرنا إلى تويتر نفسه، مجرد ما تضغط على أي تغريدة بلغة أجنبية هنالك رابط أسفل التغريدة translate this tweet، فبالتالي تستطيع أنك تترجم أو تعرف ماذا حوت هذه التغريدة. كذلك كسر الحاجز المكاني، يعني دائما ما نقول الآن بواسطة الدبلوماسية الرقمية، بدلا من أن تذهب إلى السفارة، السفارة هي التي تأتي إليك، وبدلا من أن تذهب إلى السوق، السوق هو الذي يأتي إليك، وبدلا من أن تذهب إلى الجامعة، الجامعة هي التي تأتي إليك، وهكذا في جميع الأنشطة. والحواجز الزمانية، لست مرتبطا بزمان معين، يعني مثلا الساعة 2 والله خلاص أغلقت السفارة، وبالتالي ليست هنالك إجراءات وليست هنالك معاملات. أتخيل شخص يكون يأتي من مسافة 200 كيلو ولا 150 كيلو ويصل وخلاص الوقت أزف، وبالتالي قد تضيع عليه أشياء أخرى يعني. فمثلا دي واحدة من الإشكالات. يأتي الإعلام الجديد يعني يحل هذه الإشكالية بأنه نفى موضوع المكان أو تجاوز أو كسر حاجز المكان وحاجز الزمان كذلك كما أسلف. وكسر الحواجز السياسية يعني أنه ليس هنالك حجاب ما بين المسؤول وما بين الجمهور، يعني زي ما حنيجي نشوف في بعض الأمثلة هنالك شفافية كاملة يعني في طرح المواضيع، وبالتالي الجمهور يستطيع أن يتفاعل مع هذا المسؤول، سواء كان فيما يخص بعض الشكاوى، سواء كان ما يخص في بعض الإجراءات، سواء كان ما يخص بعض المعاملات. فليست هنالك حجب تمنع التواصل المباشر ما بين المسؤول وما بين الجمهور. أيضا من المسائل المهمة جدا والخصائص المهمة جدا اللي تساعد في عملية الدبلوماسية الرقمية من بالاستفادة من الإعلام الرقمي الجديد هي خاصية التنوع، بمعنى المحتوى لا يقدم في شكل واحد، لا يقدم في شكل نص فقط، لا يقدم في شكل صوت فقط، لا يقدم في شكل فيديو فقط. وهذه المسألة مهمة حينما يأتي الحديث عن كيف نثقف الجمهور للتعامل مع البعثات الدبلوماسية الافتراضية، لأنه نحتاج أن نعرف كيفية أداء هذه المعاملة، أو كيف ما هي خطوات أو الإجراءات المتبعة، ما هي الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الأخيرة، أين أذهب، أين أضغط، وهكذا. فهنا نحتاج أن نقدم هذه المعلومات التوعوية والإرشادية في شكل مبسط، سواء كان إنفوغرافيك، سواء كان فيديو جرافيك، سواء كان فيديو يوضح ما يعرف. يعني واحدة من الأمثلة الجميلة جدا هنا في دولة الإمارات فيما يعرف بفيديوهات رحلة المتعامل، يعني من أين تبدأ وأين تنتهي، فيديو حي يعني مصور، حتى إنه يستطيع الناس يفهموا ولا يكون هنالك أسئلة كثيرة أو يعني توهان في ردهات المؤسسة المختلفة. فإذا حينما نتحدث عن هذا المفهوم بشكل المختلف أو بشكل الحديث الآن، سنجد كثير جدا من الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق. البعض قد يتردد
لسبب أو لآخر أو يتعذر ببعض الأعذار، من ضمنها مثلا قلة الإمكانيات، وهي كما نعلم الشماعة الجاهزة، والله ما في إمكانيات، والأمر لا يتطلب إمكانيات، وأنت متخصص في الآي تي وتعلم تماما يعني كم قيمة استئجار سيرفر، وممكن يكون ديديكيتد سيرفر مش شيرد بلان، ديديكيتد سيرفر، وقيمته السنوية ضئيلة جدا فيما يعني في مقابل كثير جدا من النثريات التي يمكن أن تكون متوفرة لدى هذه الجهة أو تلك الجهة. أو حتى لو أطلق الأمر يعني ما في إمكانيات، يعني والله قلنا مثلا يا ناس الخير شوفوا لنا والله سيرفر أو احجزوا لنا سيرفر لمدة 10 سنين أو لمدة 5 سنين على الأقل، أكيد الناس حتتسارع في إنها هي ممكن تنفذ هذا الأمر يعني. وبعض الآخر يتردد لأنه يظن، هو بعض الظن إثم، إنه يعني والله المعلومات قد يكون فيها نوع من التهكير أو من الاستيلاء عليها، وطبعا هو وارد هذا الأمر صحيح، لكن دائما بنقول واحدة من المميزات للتحول الرقمي بشكل عام إنه يعني ممكن تعمل أكثر من نسخة في أكثر من مكان وبطرق تأمينية تشفيرية عالية جدا جدا جدا. يعني برضو دي حجة يعني ليست قوية بحيث إنه ما يكون يعني سبب أو مدعاة لأن الناس تتجنب مسألة التحول الرقمي. والتحول الرقمي على فكرة أصبح مسألة وجود، يعني وجودك الرقمي ليس طرفا بل ضرورة، لأنه إذا ما كنت موجود رقميا، مش موجود على الإنترنت، مش موجود على جوجل، إذن أنت لست موجود. الوجود بيعني تقديم محتوى، تقديم خدمات، تنفيذ إجراءات إلى آخره من الأشياء اللي إن شاء الله نشوف مع بعض بعض الأمثلة على ذلك. أفلاطون الفيلسوف اليوناني المعروف كان مشهور جدا يعني في، وكان خطيبا مفوها وشاعرا ومؤلفا و كاتبا وفيلسوفا، عفوا مش كاتبا، فيلسوفا، لأنه هو كان عنده مشكلة مع الكتابة، لما بدأ تصهر الكتابة اعتبر أنه الكتابة دي عدو الإنسانية. ليش؟ لأنه هتضعف الذاكرة تحت العقل البشري، لأنه هو كان مسيطر على الناس من خلال الكلام، فكان بيتكلم أو بيوضح أنه فلسفة الكلام هي المفترض انها تستمر لانها نابعه من الانسان من طبيعته نفسها، لكن الكتابه هذه خارجيه. فتخيل لو كان الناس توقفت عن الكتابه في ذلك الوقت، هنا اتحدث عن الخوف من التغيير، يعني لو الناس كانت توقفت فعلا عن الكتابه ما كان وصلتنا كل التوثيقات الموجوده الان، ما كان وصلتنا كل الكتب السابقه بما فيها الدين والاخلاق والانسانيه وغيرها من هذه الامور. اذا التوثيق مهم جدا، فالخوف من التغيير مشكله. الخوف من التغيير مشكله. وهيرقلطس برضو الفيلسوف اليوناني ذكر انه الثابت الوحيد هو التغيير المستمر، ما في شيء ثابت، لازم يكون في تغيير، والتغيير دائما يتطلب تطور، يعني سواء كانت الوسائل سواء كانت الاستراتيجيات، ولكن قبلها تطوير الفكر. يعني الفكر لازم يكون قابل لأنه هو يتقدم، قابل لأنه يستوعب هذه المستجدات اللي ممكن تساعد كثير جدا في تسهيل حياة الناس بشكل كبير وبشكل رئيسي. أيضا في القرن 18 رئيس الوزراء اللورد بالميرسون لما وصلته أول برقية كان عنده تصريح شهير جدا، قال هذه نهاية الدبلوماسية. ليش؟ لأنه كان يفهم أن الدبلوماسية فقط الالتقاء وجها لوجه والمصافحة اللي هي كناية عن مثلا الموافقة. هذه تحولت، يعني الآن لما نتحدث عن إنه الأمم المتحدة في جنيف يعني نفذت من شهر 3 2020 لحد نهاية السنة حوالي 1200 مؤتمر دولي
أفتكر إنه دي واحدة من إيجابيات ومن نجاحات الدبلوماسية الرقمية. الآن منصة باحثون يعني تعقد في خلال الشهر كم من ويبينار، يعني هذا أيضا واحدة من الإيجابيات للتواصل الرقمي بشكل عام، وتوظيف لهذه الأدوات الاتصالية الحديثة لنشر المعرفة بشكل عام. فإذا يعني قد يكون هنالك الكثير من الصعوبات في السفر، سواء كان صحية، سواء كان إمكانيات، سواء كان تأتي الدبلوماسية الرقمية وتحل هذه الإشكالات، بأنه الآن كل الناس تستخدم منصات مثل زوم، سواء كان مايكروسوفت تيمز أو جوجل ميت أو غيرها من المنصات التواصلية اللي اشتهرت مؤخرا واللي تنافست حقيقة في تلبية احتياجات الناس برفع الساعات وإضافة خصائص جديدة تؤدي المطلوب. فأصبحت الإيموجيز أو الرسوم أو الرموز التعبيرية كناية عن المصافحة، عن الموافقة، عن عدم الموافقة، كلها أصبحت دلائل. يعني استخدمنا لغة أخرى رقمية ولكن تؤدي ذات المعنى الذي كان موجودا في السابق، اللي هي شكل المصافحة الوجه لوجه أو الموافقة القولية. تويتر الآن تغريدة ترفع أسعار النفط، تغريدة تخفض أسعار الذهب، تغريدة يمكن أن تطيح بحكومات، تغريدة يمكن أن تستبدل مدراء، وهكذا. يعني القوة لهذه المنصة التواصلية، طبعا زي ما ذكرت إنه تويتر هو فقط رمز، يعني بنتكلم هنا عن رمزية أدوات تواصلية مختلفة، لها قوتها التي لا يستهان بها. ولذلك حينما نتحدث عن ضرورة أن يكون لدينا دبلوماسيين رقميين، نعني ذلك بالمعنى الكامل لهذا المفهوم. يعني نحتاج إلى استراتيجيات تفهم اللغة التي يمكن أن نخاطب بها هؤلاء الناس. إذا أخذنا أمثلة بسيطة، طبعا هذه الأمثلة ليس المقصود بها تقليل من شأن أي مؤسسة من المؤسسات، فهي في النهاية مؤسسات هي وطنية، ولكن هي مجرد أفكار يعني من باب المساعدة في تحسين نقاط الضعف اللي ممكن تكون موجودة في مثل هذه المؤسسات. إذا تحدثت مثلا عن دولة الإمارات وتحدثت عن مسألة القنصلية أو السفارة، تفاجأ إنه لا يوجد موقع رسمي، ولكن هنالك حساب رسمي على الفيسبوك. والحساب الرسمي على الفيسبوك أغلب المحتوى المطروح فيه مرتبط فقط بمثلا دفعات الجوازات التي وصلت مثلا، أو يعني شهادات أو تأكيد صحة شهادات دراسية أو غيرها. نحتاج إلى أكثر من ذلك. وأقصد بهذا الأمر، يعني إذا أخذت هذا النموذج، قصدت بهذا الأمر مسألة يعني شوي، لحظة بس خلوني أشوف المقارنة بس على وجه السرعة، يعني ما بين براحتك يا دكتور، لأنه مهم نحن نعرف. احنا برضه عندنا اون جوينج ايشو هنا ده في مع السفارة، يعني الموقع بتاع السفارة السودانية في الدوحة، نعم يعني تبرع عدد من الشباب عبر جمعية محترفي تقنية المعلومات والاتصالات، وعملوا موقع ممتاز جدا جدا يسهل كثير جدا على الناس، إلا إنه لم تتم التبني بتاع المبادرة دي لحد الآن. يعني الموقع فيه شغال، لكن السفارة didn't acknowledge it وقالت يا اخوانا ده الموقع بتاعنا وتعال سجلوا هنا واعملوا. حاجة غريبة جدا، الكلام ده له شهور سي. والله طبعا، يعني بالعكس، يعني الواحد بيشوف انه كونه تكون في مبادرات لحل هذه المشكلات، اعتقد انه يعني دي مسألة جدا مهمة، ومفترض انه ما يكون فيها يعني اي تردد، خاصة انه زي ما ذكرت المسألة مبادرة من شباب، وهي جزء من الضريبة بتاعت الوطنية والممارسة الصحيحة للمواطنة. أه
استشير السكرين Yes, إذا أمكن. الموقع او بصفحة السفارة السودانية في ال الامارات مش كده، في دبي ولا قنصلية؟ القنصلية في دبي، نعم في دبي والإمارات الشمالية. السودانية دبي. بس أنا عايزك تشوف لي الريفيو. اللي هي القنصلية العامة للسودان بدبي والامارات الشمالية مش كده؟ مظبوط، نعم، انا بعمل لك شير سكرين من هنا ده، تمام. وايد ممكن تشرح المسألة. نعم، ده برايفت جروب تقريبا، هل بالضبط، هو ده ولا صفحة؟ هي الصفحة على اليسار، لو ضغطت عليه أنزل. طيب شوف ال أيوة، لا هو هي نفسها، هي هي نفسها؟ نفسها، نعم، حتلقى مديك هنا مثلا مواعيد العمل، وإذا نزلت اللي تحت تشوف ال أرى، لأنه هو برايفت جروب، أنا ما مشترك فيه، وبالتالي ما بقدر أشوف المحتوى بتاعه. طيب أنا ممكن تديني الشير ولا؟ الشير عندك أنت كو هوست، ممكن تعمل شير طوالي. أنا هعمل طيب شير هنا، وأعتقد إنه هذه الليلة دي حاجة كويسة عشان الناس توضح، يعني توضح الموضوع بالضبط. تمام. طيب خليني أنا أعمل شير ظاهر معاكم. ايوه نعم، واضح يا دكتور. طيب أنا اللي قصدته مسألة غاية في الأهمية هنا، ده الريفيو، لو شايفينه الريفيو بتاع جوجل، نعم، تمام. حتلقى انه الريفيو اللي هو تقريبا 3.7، فبالنسبة لي أنا ده ريفيو شوية يحتاج إلى تحسين، يحتاج إلى تحسين. طيب ليش أنا ذكرت هذا الريفيو؟ لأنه واحدة من الممارسات الدبلوماسية، حتشوف هنا مثلا في بعض الناس اللي يعني عملت تعليقات ممكن تكون سلبية، إنه مثلا عنده مشكلة في تأخير، عنده مشكلة في معاملة ما تمت، عنده مشكلة في إجراء لم ينفذ إلى آخره. ما حتلقى ولا رد على هذا الريفيو. يعني دي واحدة من الإشكالات. عشان كده لما نتكلم عن دبلوماسية رقمية لازم أنا يكون عندي الاستراتيجية والإدراك، لأنه والله الرد على تعليق واحدة من المسائل المهمة جدا من العمل الدبلوماسي. أول شيء بحسس هذا الإنسان إنه هو رأيه عنده قيمة في المقام الأول. اثنين، لأنه ممكن فعلا يلفت نظري لخلل معين وأعالج هذا الخلل، فهو بساعدني. يعني الريفيو الناس ما تنظر له على إنه والله هو انتقاد سلبي فقط، لا، تنظر له على إنه ده جزء مساعد في عملية التحسين المستمرة. ما إحنا في النهاية بشر، الخطأ وارد، لكن اللي ممكن يوضح لنا وين الخلل افتكر انه هو قدم لنا مساعده كبيره جدا. فما حتلقى في رد على اي ريفيو سواء كان سلبا او ايجابا. شايف في ريفيوز ايجابيه لكن برضه ما في رد، في ريفيو سلبيه ما في رد. يعني مثلا ده بيقول انه مثلا اكسلنت، طيب يعني لو كان سالوه ايش الخدمه الافضل مثلا او نوعيه الخدمه، عشان اذا برضه نحافظ على المستوى الممتاز، أو يعني زي ما ذكرنا نعدل المستوى اللي ممكن يكون فيه نوع من الخلل. دي واحدة من المسائل المهمة جدا. وعلى فكرة لما نتكلم عن التويترمسي، في بعض البلدات في بعض الدول تدار بالكامل بواسطة تويتر. يعني كل البلدة زي بلدة خوان في إسبانيا تدار بالكامل بواسطة تويتر. كل مواطن في هذه البلدة عنده حساب على تويتر، بما فيهم رئيس البلدة وطبعا مدراء المؤسسات زي البلدية وغيرها. وكل مواطن بيمارس دوره، بيمارس دبلوماسيته الرقمية الشعبية على أكمل وجه، اللي هو من خلال مثلا التسليط الضوء على أماكن أو الخلل، وبالتالي تصل التغريدات مباشرة لرئيس البلدة وتتم المعالجة من خلال الجهة المختصة. طبعا بعض الناس قد يظن أنه ده كلام يعني خيالي أو قمة في الرفاهية، في حين أنه ما بنتكلم عن الرفاهية، لأنه أي إنسان الآن عنده هاتف جوال ومرتبط بشبكة الإنترنت، خاصة عندنا في السودان، لأنه بنقول دائما أكرر مثلا شماعة الإمكانيات، لا كل واحد
معاه جهاز ومتصل بشبكة الإنترنت، بغض النظر عن السرعة عالية ولا السرعة ضعيفة، ولكن بإمكانه زي ما في ناس الآن ممكن يكونوا بيشاهدونا، بإمكانه إنه يمارس هذا النوع من العمل الإيجابي في الترقية على أماكن التي تحتاج إلى تحسين. بذات القدر هنلقى الصفحة الخاصة بالسفارة بتاعتنا في أبو ظبي. إذا ما في موقع رسمي، يعني دي واحدة من الإشكالات، ما في موقع رسمي. المفروض الموقع الرسمي يكون موجود ويكون فيه كافة الخدمات اللي بيحتاجها المواطن السوداني واللي بيحتاجها المواطن العالمي، لأنه الآن أنا بتكلم عن الجلوبالايزيشن أو يعني الجلوبال سيتيزن شيب أو الديجيتال سيتيزن شيب، بتكلم عن مواطنة رقمية. في شخص هو مش سوداني لكن عايز يزور السودان، ما هي الإجراءات؟ هل بالضرورة لازم أنا أصل إلى القنصلية أو إلى السفارة؟ ولا هل ممكن إنه أنا أقدم مثلاً أونلاين؟ فدي واحدة من المسائل اللي الناس فعلاً محتاجة إنها تركز عليها. هآخذ مقارنة برضو سريعة ما بين موقع وزارة الخارجية السودانية وموقع وزارة الخارجية الإماراتية. بنلقى مثلا ده الموقع بتاع وزارة الخارجية الإماراتية. أول ما يلفت انتباهك هي مسألة الهوية الإعلامية. هتلقى كل المواقع الحكومية الرسمية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الألوان الهوية البصرية موحدة. هذه واحدة مثلا مهمة جدا جدا، عشان ما يكون إنه والله في موقع لونه مختلف، لا، كل المواقع الهوية البصرية متشابهة إلى حد كبير جدا. طيب إذا مسكت مثلا المركز الإعلامي بيديك كل المواد الإخبارية، المشاركات الإلكترونية بيديك كل الحسابات الرسمية للوزارة، البيانات المفتوحة اللي هي قمة الشفافية بيديك كل البيانات المطلوبة. تعال شوف زي الخدمات، ما بديك خدمات البعثات الأجنبية، خدمات الأفراد، خدمات الشركات، تصديق الأوراق، تصديق الشهادات، استخراج التأشيرات المختلفة، إلى كلها الآن تتم أونلاين. يعني الآن ما في شيء اسمه تصديق شهادة تذهب إلى الوزارة، عشان مثلا في وزارة التربية والتعليم ما حتصدق لك الشهادة مثلا في داخل البيلدينج الفيزيكال، لا، بتقدم أونلاين. وزارة الخارجية التصديقات وكله أونلاين. فبالتالي انت مش محتاج انك تتعب، ما محتاج تجي تخلق يعني زحمه في المنطقه اللي حوالين الوزاره او المؤسسه الدبلوماسيه يعني المعنيه بالامر زي ما قلنا، لانه البعثات الدبلوماسيه ليست فقط مقتصره على السفارات. لما نمشي على موقعنا الرسمي، وعلى فكره ده الموقع اللي انا شفته في تويتر، يعني ده الموقع بتاعنا اللي هي على تويتر، ولو لاحظت هتلقى الرابط بتاع الموقع الرسمي هنا لوزارة الخارجية السودانية. لما تضغط كليك على هذا الرابط بيقودك إلى هذا الموقع فقط، هذا هو الموقع. يعني حتى لو هو ما زال كان مثلا تحت الإنشاء، في معروف إنه في صفحة under construction، لكن ما ممكن ابدا حسن معلش، بس تحت شايف في زي ملفات كده تعمل لها داونلود، بس لو عملت لها كلوز من تحت عشان ما تعمل كونفيوجن، بس في الشاشه بتاعتك ذاتها في ايوه البراوزر تحت اوكي على يدك اليمين كده تحت، بس الكروس التحت ديك. تمام تمام ما ايوه في مشكلة. بس تمام تمام 100 100. شكرا. طيب، فحتلقى انه مثلا ده الموقع الرسمي، حتشوف فوق في اليو ار ال اللينك هتلقاه اللي هو الـ mofa.gov.sd. يعني أنا شخصياً إلى الآن متشكك هل هو فعلاً ده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية. يعني فقط صفحة مثل هذه فيها فقط سلايدر متحرك مكتوب فيها فقط الامتحانات الشفهية لوظائف الخارجية، الله أعلم. لكن إذا كان هو ده تبقى مشكلة كبيرة، يعني مفترض يكون في شيء أفضل من كده، أو على الأقل تتكتب مثلا إن والله الموقع تحت الإنشاء أو قيد الصيانة، whatever
من التسميات المختلفة. ده الحساب على تويتر. أيضا حتلقى إنه مثلا يعني لاحظ لي تاريخ التغريدة، حتلقى تاريخ 12 أغسطس، يعني تتكلم قبل 4 أو 5 يوم. حتلقى التغريدة اللي بعديها 11 أغسطس، يعني في يوم كامل في تغريدة واحدة فقط. وعلى ذات النمط قس، يعني حتلقى تاريخ 8، حتلقى تاريخ 4 مباشرة، يعني شوف بعد 8 حتلقى تغريدة تاريخ 4 أغسطس. فبالنسبة لأي خلل، دي مشكلة، معناها إدارة الحسابات تحتاج فعلا إلى تطوير القدرات بتاعتها بحيث أنه تقدم أفضل ما عندها بطريقة تعكس مزيد من الإيجابية. طيب ده أيضا بيتطلب أنه زي ما ذكرت، كيف أنا أثقف الجمهور نفسه بحيث أنه يكون عنده القدرة للتعامل مع التحول الرقمي. يعني أنا أول شيء بجهز المحتوى بتاعي رقميا بحيث انه كل الاجراءات تكون اونلاين، وكمان بجهز فيديوهات توعويه او شروحات لكيفيه استخدام مثل هذه الخدمات رقميا، باعتبار انه في شخص ممكن يكون لاول مره هو يتعامل مع مثل هذه المواقع والخدمات الالكترونيه. فايضا محتاجين نثقف هؤلاء الناس، محتاجين نغرس انه والله زي ما ذكرت التحول الرقمي ده مشترف، هو ضروره حياتيه لا بد ان تكون موجوده. محتاجين نغير في استراتيجيات تعامل الناس بشكل كبير، لانه زي ما ذكرنا الان، وعلى فكره بعض الناس اللي قد برضو يتحجج بالصعوبه، ابدا يعني ما كل الناس بتعرف زوم الان، ما شاء الله كل الناس بتعرف زوم، ما كل الناس بتتعامل مع التيمز، الناس كلها بتتعامل مع التيمز. الواتساب نفسه لما بدأ في بداياته، ما كل الناس كانت بتعرف كيف تتعامل مع الواتساب، الناس الآن أصبحت خبيرة في استخدام الواتساب. إذا التكنولوجيا أو التقنية الرقمية بشكل عام هي غاية في السهولة، ما فيها صعوبة، لأنها أصبحت زي ما ذكرنا ضرورة حياتية وليست طرفا. أختم حديثي حتى لا أطيل، ما أعرف تجاوزت زمني ولا. لا الزمن كويس يا دكتور واصل. طيب، واحدة من النقاط المهمة جدا حينما نتحدث عن مسألة الإجراءات الأونلاين مرتبطة أيضا بمسألة التأمين، يعني إنه كيف أأمن الحسابات. يعني إنه والله مثلا أنا عندي حساب على السفارة أو على القنصلية أو على وزارة الخارجية أو غيرها من المؤسسات الخدمية في الجانب الدبلوماسي، هذه أيضا يعني يمكن أن تربط مثلا برقم الهوية، سواء كان الهوية الوطنية أو كذا. وفي كثير الآن من التطبيقات اللي تستخدم مثلا البصمة وإلى آخره. حضر مثال على مسألة الصعوبات، يعني لما نتكلم عن أنه عدم التحول الرقمي فعلا يعتبر عقبة، سواء كان في ناحية الزمن، سواء كان في تعقيدات الإجراءات. ويمكن أنت وغيرك من المغتربين عانوا من هذه المسألة، هي مسألة معادلة الشهادات. مثلا لما تيجي تعادل الشهادة بتاخد ما لا يقل عن شهر إلى 3 شهور. ليش؟ لأنه بتمشي تاخد خطاب بتاع من السفارة، والسفارة تراسل وزارة الخارجية، والخارجية تراسل وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي تخاطب الجامعة، وسلسلة بتاعت بروسيس، والرجوع أيضا بنفس الطريقة. طيب إيش اللي يمنع إنه والله مثلا من الموقع بتاع القنصلية، أصلا في القنصلية أو في السفارة يوجد مثلا قنصل ثقافي هو مسؤول عن مثل هذه الأمور، يكون عنده أكسس مثلا على الداتا بتاعت وزارة الخارجية، اللي هي عفوا وزارة التعليم العالي، واللي هي اوريدي الداتا بتاعت الجامعات كلها مرتبطة فيها مثلا. وبالتالي التحقق يكون ما ياخذ اكثر من يعني مجرد نقرات، خلينا نسميها على الماوس، بدل ما ناخذ الشهور دي كلها. فكم هائل يعني مثلا التوكيلات ايضا، حتى التقديم لموضوع الجوازات إلى الآن بنستخدم الأوراق، يعني مانيوال، بنعبي الاسم والرقم يعني الناس تجاوزت هذه المرحلة. يعني بنفترض إنه يكون في يعني تطوير زي ما ذكرنا
للفكرة الاستراتيجية عشان أفهم إنه والله المسألة دي حتى حتخفف الضغط على الموظفين، لأنه بتكون أوتوماتيد. يعني أنت لما ترفع وكذا وخلي الموظفين تكون مثلا مهمتهم التحقق من صحة من كذا، فتكون المسألة أسهل للجميع. وشفت الآن أنت الموقع بتاع القنصلية لدبي والمناطق الشمالية، يعني أنا بتكلم عن إنه ما في مكاتب مثلا في الفجيرة أو في رأس الخيمة أو في غيره، والواحد حيضطر إنه يكون سايق مشوار طويل جدا. وتخيل المسألة دي في دولة زي أمريكا وزي كندا، حتسوق مثلا لمدة يوم ولمدة يومين. فإذا فعليا محتاجين انه يكون في تغير كامل للمفاهيم المرتبطه بالدبلوماسيه، وانه التطور الحاصل الان واستخدام الادوات الاتصاليه لا بد منه شئنا ام ابينا. يعني حنتاخر بس، لكن في يوم من الايام لازم تتم هذه الخطوه بطريقه او باخر. ودائما اضرب مثال موضوع السفر مثلا، يعني قطار التكنولوجيا لا ينتظر أحدا، يعني ومسألة إجبارية. يعني السفر، جواز السفر كان في السابق جواز عادي، الآن أصبح إلكتروني. ما حتقدر تسافر بجوازك السابق العادي، مستحيل. ليش؟ لأنه أصلا ما في مطار حيقبلك، ما في تأشيرة حتطلع أصلا. فإذا التحولات دي يا جماعة، يعني الناس ما تهمل الجوانب الكبيرة جدا. انت بتليفونك تؤدي جميع المهام. في طفره حاصله في السودان الان جزئيه في بعض الامور، في بعض التطبيقات اللي بدات تظهر، لكن ما انعكست على الجانب الدبلوماسي المهم جدا خاصه في المرحله دي. يعني المرحله دي بالذات محتاجه جهد دبلوماسي كبير جدا، ولا يتاتى الجهد الدبلوماسي الكبير الا باستخدام الدبلوماسيه الرقميه. يعني الناس ما حتعرفك، الناس ما حتجيك في السودان، لكن انت اللي حتمشي اليوم. يعني الناس تاخذها بالزاويه دي بالمفهوم ده. لما نتكلم عن جزر فيجي، ولا اتكلم عن نيوزيلندا، ولا اتكلم عن استراليا، ولا اتكلم عن الدول البعيده دي، كيف حتعرفني؟ لازم انا اصل ليها. كيف اصل ليها؟ باستخدام الدبلوماسيه الرقميه. ولما نقدم موقع من المواقع، سواء كان لسفاره، سواء كان لبعثه، سواء كان لوزاره، ما ينبغي يكون فقط باللغه العربيه، لانه انا ما بخاطب جمهور فقط عربي او جمهور ناطق باللغه العربيه. أخاطبه بلغاته اللي بيفهمها عشان أوصل له الرسائل الإيجابية عني أنا كدولة، أكون صورة ذهنية إيجابية صحيحة وسليمة وما يكون في إشكال. فإذا هي جملة من خلينا نسميها اللبنات الأساسية. في جانب يقع علينا كجمهور من ناحية، وعلينا أيضا ك خبراء، إنجاز التسمية خبراء اللي هي من خلال المبادرات اللي ذكرتها. وأنا متأكد إنه في كثير من الناس ممكن يكون عندهم مبادرات كثيرة جدا، لأنه حتى التطبيقات دي يا جماعة الآن ما أصبحت، يعني ليست يعني فيزياء نووية، يعني ما فيها صعوبة وتعقيدات، يعني مسألة بسيطة جدا. الآن في مواقع يعني زي ما بيقولوا آب بيلدر، يعني في مواقع من خلالها تستطيع انك حتى لو ما بتعرف كودينج، ما بتعرف برمجه، في مواقع الان ممكن تعمل لك مثل هذه التطبيقات. لكن محتاجين التطبيق هنا اول على الناحيه الفكريه الاستراتيجيه، وافهم انه الدبلوماسيه الرقميه دي حتساعدني اكثر، ما حتضرني بشيء، بالعكس حتسهل على الناس، وفي نفس الوقت حتقدمني بصوره ايجابيه لكل العالم. من خلال اعقد المؤتمرات المختلفه، من خلال اعقد الورش المختلفه، ايش اللي يمنع؟ ما في شيء يمنع. يعني حتى بنتكلم عن الدبلوماسيه المعرفيه اللي هي في نقل المعرفه من خلال المؤتمرات والويبينارات، وكم من مره انت بتستشهد بتيد مثلا، موقع بتاع تيد، واحد من المواقع المهمه جدا. كيف وصل صوره ذهنيه لتجارب الناس وخبرات الناس ومشاركه المعرفه المهمه جدا. ودائما بنقول في مشاركه المعرفه، لو تسمح لي بس اقتباس بعض الابيات الشعريه للاندلسي وهو بينصح في ولده ابو بكر، فبقول له: ابا بكر، دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك، لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا، ان نهيت وان امرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق اذا ضللت، ينالك حظه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، وكنز
لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فمشاركة المعرفة بتزيدك ما بتنقصك حاجة. ولما الناس تحكي عن الدبلوماسية الرقمية زي ما هسه نحن بنحكي ونتكلم عن تطوير الذات في منتدى آخر، ونتكلم عن التطوير الاقتصادي في منتدى آخر، هذه كلها أنا متأكد لو المسؤول لو المسؤولين يعني ركزوا عليها أكيد حيطلعوا ببعض النقاط الإيجابية اللي ممكن تسهم في بناء الوطن وفي نهضة الوطن. أنا آسف إذا أخذت أكثر من اللازم دكتور، وإذا كان في مداخلات أو استفسارات. أنا حقيقة كنت منتظر دكتور سيف، لأنه عرفت مؤخرا أنه هو قدم ورقة عن الدبلوماسية الرقمية في مؤتمر في السعودية، فلو كان يعني موجود يا ريت يعني يكون عنده حظ أو نصيب من المداخلة. أنا شاكر جدا يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور حسن، صراحة يعني سياحة رائعة جدا جدا في مفهوم الدبلوماسية الرقمية وإضاءات، وفهمنا كثير جدا جدا من الحاجات اللي ما فهمناها. يعني نحن بنشتغل في تطوير المواقع وفي بناء أو كده، لكن الواحد ما في باله كان العمق ده اللي أنت شايفه ده بتاع الريتنج. يعني الريتنج ده شغل بتاع خدمة عملاء، وواضح انه احنا يعني خدمة العملاء دي عندنا فيها شوية ضعف يعني، مش كده؟ فزور كونه انه يكتبوا عنك اي ريفيو ويكون ضعيف وانت ما تهتم وما ترد، الكلام ده فعلا مشكلة. وفي مواقع الان زي موقع جلاس دور، اللي هو الزور اللي اشتغل في مؤسسة بعد ما يطلع، ولا في اثناء ما هو شغال بصورة انونيموس، بصورة مخفية، بيقوم بيكتب عن المؤسسة دي، وده جزء من الترانسبيرنسي، من الشفافية المطلوبة في العصر الرقمي ده. فأي زول سيدي لو جاته وظيفة لعرض بتاع وظيفة في حتة ولا بتاع، بيخش موقع جلاس دور بيكتب اسم المؤسسة، جامعة جاردن سيتي، جامعة الخرطوم، بيلقى في ناس كاتبين هناك. الريتنج مهم جدا جدا، لأنها ممكن تقرر للزول ده هل يمشي الوظيفة ولا ما يمشي الوظيفة وإلى آخره. الحاجة الثانية برضو يا دكتور، اللي هي الموضوع بتاع توثيق الحسابات. انا شخصيا كان عندي انترس في السياسه لفتره وما زال، لكن في الفتره اللي كنت زي ما بيقولوا قايم سداري، وثقت الحساب بتاعي بتاع تويتر والحساب بتاعي بتاع فيسبوك، على اساس انه الكلمه التي اطلقت من هذا الحساب دي بتاعت انور. انور ما بيقدر ينكر ولا ينط، مش كده؟ ما نجي بعدين للصحافه نقول والله يا اخي انور الزول ده فهموا كلامه غلط ولا حرفوا كلامه، لا ده كلام انور، ما عنده طريقه ينط منه. دي اصلا احنا شايفين انها ما حاجه المسؤولين مهتمين بها، رغم انها مجانا. مجانا دي انا بكررها، بقول مجانا مجانا، لانه في ناس دفعوا 10,000 دولار في الحكومه السودانيه على اساس انه يوثقوا الحسابات بتاعتهم، لانه الزول هو اصلا ما مؤهل للوظيفه اللي هو قاعد فيها. عشان كده اي حاجه بتجيبها بالقروش بتجي، وفي حاجات كثيره محتاجه للعلم والمعرفه. فكده بس لو اديتنا شويه عن موضوع توثيق الحسابات دي ودوره يعني في المصداقيه والموثوقيه بتاعت الزول المتحدث ولا المسؤول. تفضل. نعم، هي طبعا من المسائل المهمة جدا. يعني يمكن في الفيديو اللقاء اللي كان في التلفزيون تحدث عن انه مثلا الامارات استحدثت ما يعرف باليو اي اي باس، اللي هي الهوية الرقمية للانسان، موثقة مثلا ببصمة اليد وببصمة الوجه، بحيث انه يعني لما تيجي تدخل على اي خدمه حكوميه يمكن الدخول ب يو اي اي باس. وافتكر ان دي خطوه يعني كبيره جدا في اطار توثيق الحسابات. اما توثيق الحسابات على المنصات التواصل المختلفه اللي هي العلامه الزرقاء، الناس اللي بتشوف عليها تشيك وعلامه زرقاء على الحساب، سواء كان في الفيس وكان في تويتر او غيره. وهذه المساله لانه بيكون فيها يس مظبوط، اللي هي العلامه الزرقاء امام الاسم، بتوضح فعلا امتلاكك للحساب. واي مسؤول بين قوسين، اي مسؤول من المسؤولين المشهورين على تويتر او غيره من المنصات، بتلقى انه العلامه الزرقاء موجوده، اللي هي بتؤكد انه هذا الحساب هو الحساب الرسمي والحساب الحقيقي لهذا الشخص او لتلك المؤسسه اذا كان مؤسسه اعتباريه. وطبعا يعني الحساب نفسه بيحتاج لتحديث. يعني برضو أنا لما أعمل حساب
خاصة الحسابات الخاصة بالمؤسسات الاعتبارية، لا يمكن أن أتصور أنه في جاب بتاع 4 أيام، يعني ما في أبديت للمحتوى المقدم للناس. هذه مشكلة. ليش؟ لأنه المتابعين، يعني الناس الآن الفولورز بتاعينك، إذا ما لقى عندك أبديت سواء كان في موقعك أو سواء كان في حساباتك الخاصة، بيمشي يشوف غيرك. ولذلك بتلقى أكثر الرؤساء والمسؤولين لازم في اليوم يكون عنده أكثر من تغريدة، لأنه الأحداث نفسها بتفرض عليك، الأحداث نفسها بتفرض عليك أنك تكون مواكب للتطورات، وبالتالي تدلي برأيك، تدلي بدلوك، تدلي بسياسة الدولة المعينة إلى آخره. ولذلك كثير من الناس الآن سواء كان مسؤولين حاليين أو مسؤولين سابقين عندهم ملايين المتابعين، عندهم ملايين المتابعين. يعني أوباما في فترة من الفترات كان عنده حوالي 160 مليون تقريبا، أو 100 عفوا 120 مليون تقريبا. ترامب كان عنده حوالي 111 تقريبا أو 107، وهكذا. يعني بتلقى إنه ليش؟ لأنه قلنا أصبح تويتر يعني ممكن يرفع أسعار ذهب ويخفض أسعار بترول وإلى آخره. فلما نشوف العلامة الزرقاء اللي تدل على إنه فعلا هذه التغريدة صدرت من هذا الشخص أو من هذه المؤسسة الاعتبارية، والشخص ده كان مسؤول، وهذه المؤسسة الاعتبارية عندها قيمة وعندها سيادة معينة، بلا شك أنا شخصيا لما أشوفها يعني أطمئن، أولا إنه فعلا هذه هي المؤسسة، ليس حسابا منتحلا على الأقل إلى حد كبير جدا، يعني يكون في ناحية بتاعة اطمئنان. الريتنج اللي أنت ذكرتها، النقطة دي مهمة جدا، ده اللي خلاني أربط في البداية ما بين الدبلوماسية وما بين الإعلام، لأنه ده جزء مهم جدا. يعني لما أنا حديك مثال هو فاني شوية لكن يصلح للمقال زي ما بيقولوا، في موقع، في تطبيق عندنا هنا في الإمارات تطلب به طعام معين، يعني طبعا ما حقول اسم التطبيق عشان ما أعمل له إعلان دعاية، لكن مثلا طلبت وجبة معينة ووصلت الوجبة، على طول كتبت الريفيو بتاعي إنه والله الطعام بتاعكم مثلا البورشن الكمية بتاعته قليلة، الحاجة الفلانية لم تعجبني، وعملت ريت تقريبا نجمتين أو 3 أو 2.5. في اليوم الثاني المطعم اتصل عليه مباشرة إنه والله أنت في كذا، إيش الحاجة اللي أنت شايف إنها مش كويسة؟ قلت لهم 1 2 3. في اليوم اللي بعده أرسلوا لي نفس الوجبة مجانا طبعا وبكمية أكبر وإلى آخره. فالمقصد إنه إذا كان ده مطعم حريص على الريفيو وإنه يحسن الصورة الذهنية بتاعته، لأنه في النهاية ده رزقه، يعني الريت بتاعه ده جزء من الرزق بتاعه، فما بالك بمؤسسات دبلوماسية؟ يعني كان من باب أولى إنه يكون في اهتمام بمثل هذا الشيء. أنا والله في خلل معين، وين الخلل؟ موجود في الجزئية المعينة أو في طريقة الإجراء المعينة، كيف أحسن من هذا الإجراء؟ كيف أحسن من تلك المعاملة؟ فمهم جدا أوثق الحسابات، مهم جدا أهتم بما يقوله الآخرون عني ديجيتالي، بحيث إنه أقف على مواطن الخلل من باب التحسين. نعم، شكرا جزيلا لك على التوضيح يا دكتور حسن، وصراحة محاضرة ممتازة جدا جدا. أنا نفسي إنه الرسالة تصل، يعني الناس الموجودين هنا، في معانا في الجلسة دي الباشمهندس عمار سعيد، وهو عضو في الباحثين السودانيين ومن أعمدة المنتدى الاقتصادي، هو برضو معانا، يعني جزء إحنا من هو في المكتب التنفيذي بتاع رابطة محترفي تقنية المعلومات في قطر، ونحن في المكتب الاستشاري، و رئيس المكتب الاستشاري باشمهندس هيثم علي، يعني تفضل مشكور بتكوين فريق عمل وعملوا موقع للسفاره السودانيه مجانا، دفعوا فيه من جيوبهم وخدتوا فيه الخبره بتاعتهم والى اخره، وعمل له تيستينج، وكمان حصلت تجربه رائده ثانيه انه انتخابات مجلس الامناء للمدرسه السودانيه في الدوحه عملنا لها تطبيق بتاع اندرويد، والناس صوتت به، واسس اللجنه الحاليه الموجوده بتاع مجلس امناء المدرسه السودانيه في الدوحه، الانتخابات بتاعتهم تمت الكترونيا، واحنا دايرين نمشي لقدام ونخلي انه والله التطبيق يزيد وينمو ويزدهر، على اساس انه يستخدموه باقي الجاليات وباقي الناس. يعني ممكن التجربه بتاعت استونيا دي احنا نعملها بصوره تطوعيه زي ما بيقولوا بوتوم اب،
لكن طبعا بيكون له اسف يا دكتور حسن لما تلقى انه انت بتعمل حاجه لكن ما بيستقبلوها. تفضل يا دكتور حسن. ده حقيقة يعني بالعكس، يعني أنا كنت عايز أشيد جدا بالمجهود الشبابي ده، وزي ما عايز يعني زي ما قلنا في البداية، المسألة أصلا ما فيها تعقيدات وما فيها صعوبة، فقط أطلق العنان لهؤلاء الشباب، وأنا متأكد إنه كل سيساهم ويدلي بدلو لرفعة الوطن بشكل أو بآخر. وزي ما انتم عارفين، وزي ما ذكرت ايضا، انه المساله غير مكلفه، يعني حتى لو جينا مسكنا كقيمه ماديه، حتى لو الشباب ما عملوا اي حاجه from A to Z لشركه ولا لمؤسسه، القيمه الماليه ما حتكون بالقدر المخيف اللي ممكن يكون فيه نوع من التردد في اتخاذ مثل هذه القرارات. بالعكس، انا احييكم جدا وارفع لكم القبعه. يعني طيب لو في اي سؤال من الاخوه والاخوات الموجودين معنا في الزوم هنا ده، زملاء وزميلات، دكتور نعيمه، دكتور امير، باشمهندس عمار، هو في الاستاذ النور معني موجود برضو. تفضل استاذ امير، عامل ام ميوت من عندك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه حبيبي، تفضل. اهلا يا هلا ومرحبا دكتور، يا ونرحب ريت تعرف نفسك بدكتور حسن. وصوت واضح؟ واضح تماما، واضح، تفضل. الله يبارك فيك، تسلم يا دكتور حسن، وشكرا جزيلا على المحاضرة القيمة والواضحة جدا. وأنا طبعا نحن أنا دكتور أمير محمد طالب، تخصص هندسة برمجيات، كلية علوم الحاسب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. فعندنا انترست كده بتاع تحليل بتاع محتوى بتاع تغريدات، تحليل محتوى تغريدات باستخدام برنامج الراش، المحتوى بتاع وزارة الخارجية السودانية. وحددت فاكتر معينة اللي هو بعد على حسب اللغة، على حسب التغريدة نفسها، التلخيص بتاع التغريدة. فبالنسبة لنا نحن يعني اخترنا فاكتر معين، لكن عاوزين فاكتر مهم انه ندخله كأنه هذا الموقع فعلا بيؤدي الى يعني معرفة الآخرين بالدبلوماسية السودانية. فما قادرين نحدد الفاكتور إيه بالضبط اللي نحن ممكن نقدر نضيفه. فيعني بنحب ويا حبذا مثلا لو تشاركنا وتشارك معانا في الورقة العلمية دي، والورقة العلمية إن شاء الله شبه جاهزة، وبنستخدم برنامج الراش وبنسوي جميع يعني التحليل لجميع التغريدات، يعني ممكن 5 سنوات 6 سنوات. الراج ده اوتوماتيكلي بينزل كل المحتوى بتاع التغريدات، وبعد ده بيشوف ايش الفاكتور في كل تغريده وبيعطيك بيرسنتج. يعني مثلا في التغريده دي محتوى التغريده مثلا اللغه في التغريده مثلا انجليزي عربي، بيعطيك مثلا مستوى البيرسنتج بتاع الكتابه بتاعت التغريده نفسها. فنحن زي ما قلت لك يعني مثلا عاوزين فقط فاكتور لمعرفه يعني الدبلوماسيه السودانيه، وهل التغريده هذه بتعرض المحتوى نفسه في صيغه دبلوماسيه ولا لا؟ عشان انه بعدين يتحدد انه اللي بيكتب التغريدات دي بيكون شخص دبلوماسي، يعني ما اي حد بيكتب تغريده في وزاره الخارجيه. يعني مثلا نحن مثلا في الاي تي ما بنقدر نكتب تغريده بنعرض فيها الدبلوماسيه السودانيه. شكرا جزيلا وجزاك الله خير. وممكن يعني مثلا لو في امكانيه بعدين يعني تعطينا الايميل بتاعك وان شاء الله نتواصل، وحتى يعني ان شاء الله البحث ايضا برعايه دكتور انور والاخرين ان شاء الله. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. يديك العافيه دكتور امير. اعتقد انك تتكلم على السنتمنت اناليسيس مش كده دكتور حسن؟ صحيح، وبالعكس يعني انا اللي عجبني التحليل المضمون، اللي هي واحده من الادوات الرئيسيه في الابحاث العلميه والاتصاليه والاعلاميه. والناحيه الثانيه لانه برضه ربطوها مع الحساب بتاع وزاره الخارجيه، فافتكر انه ماشي في ذات الاطار. طبعا واحده من العوامل المهمه جدا هي سلامه اللغه في الأساس، يعني دي واحدة من الحاجات المحتاجين نشيك عليها، سلامة اللغة. بعدين زي ما ذكرت هي طريقة اللغة، هل فعلا بتحتوي الجانب اللغة الدبلوماسية ولا هي لغة عشوائية. بعدها ممكن نحدد
يعني variables بتاعت كلمات معينة هي اللي بتصب في الإطار أو المعنى بتاع الدبلوماسية. لأنه هنا بس فقط يعني لتوضيح المسألة للجمهور، لأنه مش كل الجمهور ممكن يكون متخصص في مسألة تحليل المضمون باستخدام مثل هذه البرامج اللي هي بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا عندي في الأرقام 1+1=2، هنا ما عندي 1+1=2، هنا بكون عندي مثلا عمة زائد جلابية مثلا، ما حتديك رقم لكن حتديك رمزية الزي الوطني السوداني. ده المعنى بتاع تحليل المضمون، إنه أنا أجمع كلمات معينة بنسق معين وترتيب معين عشان في النهاية تديني نتائج معينة. فالحال بيكون مباشرة بمسألة في غاية الأهمية وآم إن يعني مبدئيا، يعني ما في أي مشكلة في هذا الموضوع إن شاء الله. ممتاز جدا. طيب باشمهندس، احنا ان شاء الله بنكمل البحث ده سوا، وهذه حاجه جميله وعندها شجون، يعني موضوع اللغه واللينجويستكس والسنتمنت اناليسيس والارتفيشال انتيس. طيب باشمهندس عمار تفضل، انت كو هوست، ممكن تعمل ميوت لنفسك، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دكتور كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. اول حاجه نشكرك يا دكتور حسن على المحاضره القيمه دي، و دائما معودنا دكتور انور يعني صراحه بالابداع وبالحياة الجميله يعني دائما، والاستضافات الراقيه والمهمه جدا. وبرضه يعني شكر للاخوه اللي حاضرين معانا وكده، موضوع مهم جدا جدا صراحه وشيق وجميل، واحنا يمكن يعني تطرقنا له بزوايا مختلفه. وتقريبا السنه اللي فاتت لو تتذكر يا انور كان استضفت الخبير من برضه قناه الجزيره الحته بتاعت التحقق من المعلومات، اخونا عثمان كباشي. نعم أيوة. نعم نعم نعم. فلانه كان فعلا صراحه الميديا ذاتها بقت كان فيها كميه من اللغط وكميه من البيانات الغير موثوقه، وفي عدم ظهور للمسؤولين في بشكل رسمي في يعني حتى مسؤولين حتى الموجودين في على راس الدوله، في سواء كان في المجلس السيادي ولا في الوزارات المختلفه. يعني قريب ده حتى بدوا يدخلوا على تويتر يا انوار وبدوا يا دوب يعني يكون عندهم، حتى وان كان يعني تصريحاتهم هي ما بشكل مستمر كده ولا هنا، لكن برضه تعتبر كبدايه كده غير تعتقد يعني تتطور في الفتره الجايه يعني. وثاني برضه عندنا الاشكاليه بتاعت انه اصلا ذاته يعني الثقافه بتاعتنا في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن قال انا والدكتور عمر كان قدمت ورشه لو كان بتتذكر، انا كان لو عملت لك تكون شير بس استاذكم يا نور، اعرض للدكتور لو تتذكر انور اللي هو كان احنا قدمناه للمستخدمين. نعم اي تفضل. في السودان وكان عملنا المعلومات دي وجمعناها يا دكتور بعد جهد جهيد يعني صراحه. بعض المعلومات اللي فيها دي شفنا يعني اقبال السودانيين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وترتيبهم اعمارهم في خاصه في الفتره ما بعد الثوره والتجاي اللي جاي، يعني شويه كان في نشاط شديد جدا جدا في المسائل دي. حتى لو يمكن يعني لو تلاحظ تويتر ذاته بدا الناس تتعاطى معه بشكل كبير شويه الفتره اللي فاتت برضه في نفس الفتره دي. وكان اغلب صراحه المستخدمين تويتر عندنا كانوا من خارج السودان يا عمر، تتذكر يعني تتذكر المصايب وكده. فالانستغرام برضو عندنا ناس بيشتغلوا به ودخلوا في بعض المعلومات، لكن برضو كان برضو ما زال المسؤولين والدوائر الاعلاميه ما عندها، حتى الصحف ذاتها ما عندها ظهور يعني مستمر وظهور يعني منتظم في الوسائل دي. يمكن برضو بتلعب فيها برضو دور مشاكل الاتصالات، طبعا اخفينا المعلومات بتاعت البناء عشان ما تسبب برضو اشكاليات للناس، لكن رضع شركات الاتصالات والمشاكل اللي فيها والترتيب بتاع شعبيه مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمين في السودان. يعني كان يمكن فيسبوك يمكن بيجي في المرتبه الاولى وواتساب، والكلام ده يمكن في بعض الدول ودول الخليج بيختلف شويه، يمكن التعاطي مع تويتر وانستغرام يكون اعلى شويه ومن من من عندنا. لكن احنا الفتره الاخيره دي بدا عندنا في تويتر ما شاء الله بدا عدد كبير من الحسابات تسجل من السودان،
ويعني اعتقد بعد رفعت حظر ده يمكن نشهد يعني زياده شويه في المستخدمين وكده، لكن يظل الضعف برضه بتاع استخدام الانترنت عندنا يعني برضه محصور يعني في جوانب الترفيه اكثر من انه 80% اغراض الاعمال يعني مرتبط بالبنيه التحتيه بتاعتنا والحكومه الالكترونيه، عشان كده نشاطه ضعيف. لكن الاضعف في نشاط البحوث والتدريب والتعليم كان يمكن حكايته ضعيفه شويه. فدي كانت جزء من الحاجه اللي احنا ناقشنا فيها في الفتره اللي فاتت دي. فيعني قلت بس يعني اشوف انه اعتقد ان الفتره الجايه يا نور يمكن الحكايه تاخذ بعد شويه احسن شويه. الظهور التوثيق بتاع الحسابات زي ما تفضل الدكتور قال، توثيق الحسابات ده حاجه مهمه جدا، لكن عدد كبير جدا من المستخدمين ما عارفين الحكايه دي اصلا بتتم كيف ولا عارفينها. مع انه انور قبل كده شارك الناس في بوست، تذكر انور كنت انت نزلت بوست عن التوثيق وكده وكده، لكن برضه ما هنا. لكن ان شاء الله اتوقع ان الفتره الجايه الحكايه تكون تاخذ اعمق كده وتنتشر بشكل كويس. شكرا لكم وبارك الله فيكم مره ثانيه، واشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا باشمهندس عمار. دكتور حسن يا ريت لو الحقيقة يعني الكلام اللي ذكره الباشمهندس غاية في الأهمية، إنه فعلا إحنا محتاجين يعني نعزز معرفة استخدام أو الوجود على شبكة الإنترنت بشكل أو بآخر. طبعا هي دي مشكلة بتعاني منها تقريبا، لو أخذنا سيرش على الإنترنت بشكل كبير حنلقى إنه مثلا على الموقع بتاع يوتيوب الترندات الموجودة مثلا أو حتى الترندات الموجودة على تويتر هي أغلبها مرتبطة بالناس اللي عندهم ميول للجوانب الترفيهية أو البرانكس أو غيره. والآن الموقع بتاع التيك توك مثلا صاعد زي يقولوا بقوة وبكثرة وبشدة، محتاج هذه الجزئية اللي كنت أتكلم فيها في البداية اللي هي التربية الإعلامية اللي هي التعاطي مع مثل هذه المنصات التواصلية المختلفة. ليش الناس بتلجأ للجانب الترفيهي؟ لأنه أيضا في ضعف في الجانب العلمي، يعني المحتوى المقدم من عندنا. وهنا يعني معلش أنا اسمحوا لي برضو طالما نحن منصة بتاعت بحث علمي، خلونا نعترف بحاجة يا جماعة، اللغة الإنجليزية هي لغة العلم. يعني الآن على مستوى العالم لما نجي يقيمك أنت كباحث ما بينظر لأبحاثك العربية. وأتكلم من الناحية دي لأنه الآن مثلاً واحدة من قواعد البيانات المشهورة جداً جداً واللي بتم بها التقييم بتاع أساتذة الجامعات هي سكوبس، يعني واحدة من قواعد البيانات المهمة جداً. سكوبس دي من النادر تلقى فيها مجلات مثلاً باللغة العربية، فيه لكن بسيطة جداً مش في مقارنة اللغات الأخرى. فبرضو احنا محتاجين نعزز وجودنا كباحثين اللي هو احط يعني المحتوى بتاع البحث العلمي. طيب حاضر مثال بسيط جدا وعطفا على الكلام اللي ذكرتوه فيما يخص مسألة توثيق الحسابات، وانور يعني خير من يعرف هذه الامور. الان بتلقى انه اغلب دكاترتنا السودانيين ما عندهم حسابات على جوجل سكولر. يعني واحدة من الحاجات اللي لفتت انتباهي لما سجلت الاستمارة، في الاستمارة انتوا كاتبين الريسيرش جيت، وريسيرش جيت مرتبطة بالجوجل سكولر اللي هو واحدة من الاكاونتس المهمة جدا، ودي اللي حيكون فيها النسبة بتاعت السايتيشن وحيات كثيرة. انا محتاج ابرز وجود من يعني انا كباحث مفترض انا اثبت وجودي في قواعد البيانات العالمية. كيف أثبت وجودي؟ من خلال الأبحاث اللي أنا منشورة في مجلات مثلا باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية لكن ما أخذ تصنيف عالي، يعني الإمباكت فاكتور بتاعي يكون شوية مرتفع. فإحنا برضو محتاجين إنه إحنا نبرز المحتوى بتاعنا عشان الشخص اللي بيبحث عن المادة الترفيهية إذا حاول يبحث عن مادة علمية جادة معرفية يلقى. فاحنا المسألة برضو نسبة وتناسب، الوجود العلمي المعرفي مش بكثافة الوجود الترفيهي، وده لأنه ما قاعدين نوثق، لأنه برضو عندنا واحدة ضعف التوثيق مش فقط في الحساب حتى في المعلومة. عشان كده نقول مثلا الناس الآن في جروبات الواتساب ممكن تكتب
روائع من الحلول لكثير جدا من المشاكل، لكن في النهاية هباء منثورة. ليش؟ لأنه الواتساب يعني مش ويب بيز، ما زي الفيسبوك. واتفق هنا مع كلام دكتورنا محمد الأمين إنه إحنا محتاجين نضع هذه المعلومات في ويب بيز بلاتفورم عشان ما تكون متاحة للناس اللي بيجي يعمل عليها سيرش وكذا. ناحية تانية، ثقافة الكتابة نفسها على تويتر، ما هي تويتر دي 280 حرف، كيف أنا أختزل المعلومة؟ دي محتاجة مهارة، ما محتاج لب 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 لب، لا لا، محتاج أنا أختصرها في جملة، في عبارة توصل المعنى. الحاجة الثانية، ثقافة استخدام الهاشتاج. أغلب الحسابات السودانية بتاعتنا ما بتستخدم الهاشتاج، هي بتساعد أصلاً في نشر التغريدة أو في نشر المعلومة. التاجز برضو ما مش كثير من الناس بيستخدموا التاجز عشان مثلاً يعني تشير إلى شخص مختص في المجال عشان برضو يدلي بيدلو. الآن أفتح الفيسبوك هتلقى أغلبها مثلاً واحد بيكون حاطط لك صورة بس فقط دعاء ولا تسبيحة ولا صباح الخير ولا شكل بس. ومرات بتجيك طلبات بتاعت صداقة من ناس كثيرين ما في معلومة عن الشخص، بس حاطط اسم كده وصورة كده يعني. وفي النهاية لومك انت ليش ما عملت لي، طيب ما أنا أكتب عشان أعرف انت مين يعني، ممكن يكون شخص منتحل الحساب ولا إلى آخره. فدي محتاجة لثقافة. وبعدين قصة المعلومة نفسها إلى الآن بتجي كثير جدا من الرسائل الفوروردد وفيها ما عارف الاحتفال بمئوية التويوتا وحتاخد رسالة جائزة ما عارف سيارة واللوتري ومش عارف ده الجزء الخاص بالهندسة الرقمية الاجتماعية اللي قلت لك عليه يعني. فهي جملة من الحاجات يا باش مهندس، هي جملة من الحاجات. عشان كده لو مشينا إمبرل يعني، مثلا أول شيء نحن محتاجين الفكر الاستراتيجي بالنسبة للناس المسؤولين يفهم أهمية أنه يكون عنده وجود رقمي، بحيث أنه فيما بعد زي ما ذكرنا ممكن نعمل فيديوهات توعوية، فيديو جرافيكس توعوية إلى آخره. شوي شوي الناس حتشوف الفرق ما بين التعامل المانيوال وما بين التعامل الرقمي. زمان لما كنا شباب في الإذاعة والتلفزيون، طبعا أنور ده عرفناه في الإذاعة والتلفزيون، يعني كنا في محاضرة عن التحول الرقمي، فهو من زمان ما شاء الله عنده مسألة مشاركة المعرفة، فقام قدم مقترحات جدا رائعة وجميلة. لما جينا نتحول من نظام ورقي في الأخبار عشان يتعامل إلكتروني، أتذكر كنت عملت برنامج بالأكسس، مايكروسوفت أكسس في الوقت ذاك يعني. الأكسس ده في ناس أنور ديل ما تولدوا لسه. الأكسس ده بتتذكروا يا أنور؟ مايكروسوفت أكسس الزمان اللي هو كان دي بيز 1 2 3 أندر دوز، وبعد ذاك بقى مايكروسوفت أكسس. فعملت حاجة اسمها خبر نت، سميناه وكده خبر نت، إنه من التقاط الخبر لحد ما المذيع يقرأه من الشاشة. الكلام ده في بداية الألفية، لألفين تقريبا 2001. كان طبعا في صعوبة في البداية لأن الناس 40 سنة بتقرأ من ورق، فجاء بتقول له أقرأ من شاشة أكيد المسألة. فحتى كان من المصطلحات اللطيفة جدا يقول لك والله الخبر طشة، ما شفته قدامي في الشاشة، الخبر طشة. وين طشة؟ تيجي تشوف إنه هو اختار مثلا بدل ما يختار نشرة 10 مساء اختار نشرة 10 صباحا، اللي هي أصبحت ما موجودة في مشت للأركايف يعني. فالناس بتتعلم، المقصد إنه بعد شوية بيشوفوا أهمية الحاجة دي ويعرف إنه والله أخباره موجودة، ومن السهولة إنه يحرر والكوبي والبيست من غير ما يكتب ويتفادى الأخطاء، ومش كده وبس، ممكن يشكل الخبر و فأصبحت المسألة سهلة جدا بالنسبة لهم، يتعود والسلام بيطالبوا مثلا بمزيد من الحاجات. فبنفس القدر الآن تعلم التكنولوجيا أبدا مش صعب، كل الناس عندها حسابات، لكن مطالبين نحن نعلمهم كيف يتعاملوا مع هذه الحسابات، ماذا يضع في هذا، يحط مثلا صورة بتاعت ما عارف، انظروا إلى هذا الكذا. طيب في معنى، في مفترض يكون عندك رسالة أنت عايز توصلها للناس. وبالمناسبة ماكلوهان المعروف بتاع القرية، إنه العالم أصبح قرية، ماكلوهان كان عنده مقولة مشهورة جدا، واحدة من نظرياته إنه الوسيلة هي الرسالة، أو الوسيلة ستصبح هي الرسالة.
وفعلا انشغالنا الآن أصبح بالمنصة وليس محتوى المنصة. يعني أول ما أصحى من النوم أنا عايز أشوف الفيسبوك، مش عشان أشوف المحتوى الموجود على الفيسبوك. فدي كلها يعني محتاجة فعلا الناس تركز عليها. لكن الوجود الرقمي في السودان أو التحول الرقمي في السودان ده في حد ذاته محتاج أيضا مناقشة وحوار كبير جدا، لأنه كان من المفترض أنه نكون محولين رقمية من قبل 14-15 سنة أو أكثر يعني. لكنه الفساد. شكرا لك يا حبيبي دكتور حسن. أنا بس في حاجة بسيطة دار أشيرها هنا، ده بما أننا مجموعة الباحثين السودانيين وكان عندنا جهد استمر لمدة شهر عبارة عن ورش مهارات وفن إعداد البحوث العلمية، شاركوا فيه عديد من الباحثين السودانيين المميزين، بروفيسور عبد الباسط مريود، بروفيسور الصادق، بروفيسور علام، ودكتورة نعمة، ودكتورة شاهيناز قدمت هنا محاضرة مهمة جدا عن الريسيرشرز اي بروفايل، يعني شنو انت كباحث يفترض ان البروفايلات بتاعتك تكون وين، يعني الاوركيد اكاونت بتاعك، الجوجل سكولر، الجوجل الريسيرش جيت، اكاديميا، المواقع المهمه انك تكون موجود فيها كباحث عشان تعرف وتنشر وكده. وقدموا فيها عن عدد كبير جدا، دي 31 فيديو استمرت شهر يا اخوان الورج دي، فموجوده هنا، فممكن الناس ترجع عليها سواء اذا كنت داير تنشر ولا تتعلم، او سواء لو كنت بس داير تعمل الريسيرشر بروفايل بتاعك. دكتور حسن والله عاجزين على الشكر، كانت يعني محاضره دسمه ورائعه. عندنا محاضره بتاعت فولو اب اللي هي ذكرتها انت دي، ان شاء الله ممكن نظبط لها الاسبوع الجاي، مش كده؟ اي واحده فيهم؟ الهندسه الاجتماعيه الرقميه. الهندسه الاجتماعيه، نعم، الهندسه الاجتماعيه الرقميه. الرقميه، نعم. فنشكرك جزيلا، لحد ان شاء الله الاسبوع الجاي يا اخواننا، نيابه عن الحضور هنا في زوم، نيابه عن المتابعين في مجموعه الباحثين السودانيين، والناس اللي هيجوا يشاهدوا الحلقه لاحقا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، نشكركم جزيلا، نشكر الدكتور حسن، وان شاء الله الى الملتقى قريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.